بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، نسأل الله أن ينفعنا به وإخواننا المسلمين جميعا، آمين يا رب العالمين. نستأنف قراءتنا في هذا الكتاب، وصلنا إلى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. مالا جزاه الله خيرا يا بدأ كتاب التوحيد، يعني أبواب نسكوتي فضل التوحيد، محقق التوحيد إلى آخره. نجي وقول الله، وسدل بقول الله تعالى، قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وأن آير سورة الإسراء تكي من سبب سوق أنت، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. متى نيني ونسي بوتا ومشي ونشي وليان الله عيسى عليه السلام، ونسكي عبد ملائكة، ونسكي عبد مسلمين، وما ونسكي عبد الجنودي دفاري نا أكنت تسوقع. متى نيني كتشك متى نسي بوتا والجنود سنة تسوني وليان زي تشي سقرن الله، وأن الجنود دا سنة كافري هي سكا آمنا كما كان يزو أشروحهم مالمين هي سكا آمنا سكا تركا سكا كالي ونن يعني برند سكي دا كمو أنا مسلمان سنة كم بوتسو، يعني ما أنا كاغني سنة بوتر إسكاني سنة بوتر وثن باب أبون سكي بوتر يازم ياواشي سكا رئي كألا جاء أولئك الذين يدعون ونن وند كوشي كرا أدا إيه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ينزو سوسن توبا سرك ألا ألا سكي نما يافي مس أبن سكي أي ألا سكي نما يافي مس أبن سكي كم سكي نما يدسة تقوى جهنم يسارة تيدسة كما كان ألا شيء أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة. شينا أنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يلي التاب يسمى شيء قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. شيخ الإسلام ابن تيمية ينادي التائف يا إيش أكون لنا مسألة سننش قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة دونك يسو يقاني ونا مسألة قاني وسوسي يكلم ثون للتافة كما زاما دنقى استشهر ودا ونا للتافة ندمي أو كوي عجائب يكاوة أتشوه ونا للتافة دقى شكين عجائب دي كاوة بكما انتابع أبايا الدعاء هو العبادة، يعني مخ العبادة ما لم تنجي ضعيفني الصحيح الدعاء هو العبادة كما مدعو مني أكسن أصلي كما وانا يعني شي كان زمان قلت لك حديثهم كما كان وانا أكسن أصلي كآيات وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى آخر الآية دي وجد شيء زين شيء تجي شيء الله يكى شيء وأتنبيه شيء سبحانه وتعالى تونا هسك بتهني هسك ليك كفر وأنزو وندسو كنزس انتو بع سنين ينزو da sun yi wadare su suna bin su abin da suke so suna guda suna kwatanta musu kaman za su yi abin da suke so sun yi wadare su to su sai suka tuba ɗan iskan sun tuba kuma an da suke bin su akan iskan ba su san wajen sun tuba shine Allah ya ce ulaika alladhina du'una ayyuhum mad'una hum anfusuhum yabtaghuna ila rabbihim alwasila shine Allah ya ce ayyuhum aqrab wa ne kusa da ubangijin shi wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhabahu wanda ake bauta ba suna ta kansu yanzu shine yawm Allah yake shi a wansu ayoyin wa yawm alqiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir dan wannan aya an ba tafsira ba ta fahimtuwa Allahu akbar shine malaika wata shahid anan yani ma'ana tafsir at-tauhid wa shahadatu an la ilaha illallah kinan at-tauhid wa shahadatu an la ilaha illallah yanhasiru fi ad-du'a dan lubbun aqida gabaɗaya la ilaha illallah bi karshenta yani abin tare da shi irin addu'a ita ce uwa uba لأن هذا الحديث الدعاء هو العبادة هو العبادة كاغني وقول إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني يتشيني نابر أنت لأبون لك يبوتاوا هي وندا يهل تشيني سبحانه وتعالى استثنى الله عز وجل من براءته وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم آية سورة التوبة وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم
kaga wajen addu'a kuma yanzu aka kawo wajen soyayya yani ka so wani sama ga Allah ko kaman kana kake son Allah ita kanta ka dauki ibada Allah ka sa wani ita wal a'udhu billah ka so wani Allah kaman kanda ka san Allah wal a'udhu billah wa min an-nas man yattakhidhu min duni Allah ma lam yasma tafsirain at-tafsir al-awwal dun Allah yani fi al-qadr كون التفسير الثاني من يدعو دون الله أي غير الله أي غير الله يعبد غير الله بمعنى الغير الدون بمعنى غير يعني غيره التفسيرين صحيحين وقوله وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل يعني حرم ماله ودمه في حكم الله في شرع الله في الدنيا وحسابه على الله عز وجل إن كان صادقا جازاه الله بما صدق فيه وإن كان كاذبا فحسابه على الله تعالى فيما بما يستحقه وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب يعني وانا ترجمة توجي دو أبن زو أباينتا زي بينات تبيين بسيط با شرشهينة النمال أن يجي باب من الشرك لبس الحلقة والخيط تننزي فارع مقال يعني أكان أنواع الشرك وأن مكة قبات المكة كتاب التوحيد خمسة أوراق الباقي يشرح هذا الكلام واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أوراق دوشينا كتاب التوحيد دس ورنا برند أكي شمالا زي بينا هي تاكي وجن مئة صفحة du tana magana ne akan irin barna wacce aka dau aka tusa da sunan tauhidi da sunan ibada Allah kuma mutane suka dauka aka badda mutane akan ta wala tauhid kalil wuduhihi id haskanja abu kadan ayoyin da ma da ya kawo duba sai 10 ayat ba duka babu bai wuce 10 ayat ba ayatan da ya kawo duka akan tauhid astashhad bihi ila bab tafsir tauhid shahada an la ilaha illallah du bai wuce 10 ayat ba amma ka duba du barnar da aka yi ta zo ta cunkusu aka rasa waye malam waye almajiri waye malamin kirki wal a'udhu billah ko ya fito malam ne har ma inda Allah yake cewa yahudu ma sun ce su kansu waliyi ne ga hina suratul juma'a wal a'udhu billah la ilaha illallah allahumma arhamna haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu مشرح دون باب مي فسر توحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله وقال الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة وأنا من يشرح أنت وأنا سنسكي برنا تكتشن الجنة كوكما بوكاي سكتوبة سكت كوما قال له وانا نسكي كنسو سكي بنسو طو سكي بن طواغيت سو طواغيت سكي توبة وانا سكي بنسو سنا بن سنا روكنسو هاي ينزو بس سنسو سنتوبة با يبتغون الى ربهم الوسيلة هي ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب سنزما وليا قال له سن كالي ونم اران رسكي الى كما انا بسني با شين هاو تازكي سكي رجن سني يا فدريدوه والعياذ بالله وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون يشينين نابرنت لأبوك يبوتاوا إلا الذي فطرني هو بنجينا لك يبوتاوا وان يهل الشين سبحانه وتعالى يشي بندشي باب لك يبوتاوا ألا يجي إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم نسأل الله أن يهدينا كما هدى إبراهيم وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وانا إنا ذنشيني أنا كري توهيدي إن أكا كي هكما وبنجيجي أبندي يتي هرمني كو يتي هللني أكا سا مغانا واني تا خالف مغانا ألا كما أكا بيش وانا تفسير انتا وكما أشره انتا عندما لمي النبي صلى الله عليه وسلم يكرن تاتون أقبان علي بن حاتم يجي يجيش أنا كرن علي بن حاتم صحابينا كان يتوبا كان يجي كمس كذب مسلمي يجي النبي أنا كرن تا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم توزهابي باب منافر جهيش ما عبدناهم شيء أني يجي يجي ما عبدناهم يجي بموتا مسبع هي النبي صلى الله عليه وسلم يفهم تا شيء أبن يفهم تا جي كسر سكيس كيشي الله أكبر سمي كبر شيء ما لم يدع طلبة العلم أحبار ورهبان من يما لم يدي طلب هي النبي صلى الله عليه وسلم يفن جاكي أقول هي شيء مين بس تبكي وا أبندا الله يجي هرم بني وكم با أبندا الله هل تا سنة هرم تا وا كم أكو هرم تاشي سنة هرم تاشي كم أكو هرم تاشي كان زك هرم تا تبع لهم هي زك شيء قري من أي
أفلا يحرمون ما أحل الله أو يحلون ما حرم الله فتحلونه يعني سحرمك وحرم سهلتك وهلتك هي شيء بلا أنا بيجي تلك عبادتهم إذا شيء عبادة قاشنا دون دي هرنت أبن ده الله هلتك وهلتك أبن ده الله هرنت كبيشي كبيشي كبر الله سبحانه وتعالى شيني مالا أقولي وهاكي كاو تشان واند أكي الدعاء ثم يكاو واند أكي إند أكي بوتاوة وإذ قال إنني براء مما تعبر عبادة صريحة ثم يكاو وجهتكي لو كان ذات شغلونغو أمة بيغاني بشي لنزيمة لنغو قاتا شي ما كان يسامي جوا ما عبدناه بسن عبادة بشي ون بي أن بيسجي تلك عبادتهم وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا كوي كاسو يأكما الله أكبر يعني كل توفيق الله له في فن في التأليف رحمه الله الشيخ محمد عبد الوهاب وقول هو من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم إن عبادة الحب يحبونهم كحب الله يعني كمان كان سكي سان الله سكي سان وانجم وانسمع لما سمعت بندون تفسيرنا أمون تفسير شيني في كرر فتوة يحبونهم كحب الله سنة سان كان سكي سان الله حكى سكي سان كما تنسو كما أنسك جيس كفصل هذا كحب المؤمنين لله أما وانا هيك لو كو آية كقدر محذوف dan haka ban ma a zahirin ayar yuhibbunahum al-kafu lit-tashbih ahlul lugha zaka ko ahlul nahw ko masar shalarji al-kafu lit-tashbih fulanun ka fulan yaji yuhibbunahum ka hubbillah shine mata Allah yace wal ladina amanu ashaddu hubban lillah ay la yuhibbuna ahadan mithla Allah azza wa jalla wallahu a'lam wa fi as-sahih an nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala man qala la ilaha illallah kafara ma yu'bad qala la ilaha illallah kuma yakarita kafara dammi ايمان كان يعني التوحيدي لازم هيك كاو النفي والاثبات اول شيء هيك نفي سنك اثبتها والله من قال لا اله كاغني نفيني فيها النفي الا الله والاثبات باهكم قال وكفر بما يعبد من دون الله يا ما تؤمن بالله وتؤمن بغيره بمقام كساش في مقامه كجي كم واحدني الله اكبر حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل الا هرنت جننشي دا ماله ودمه كل انسان دا جننسا يعني هذا مسلمين في الظاهر والبواطن لا يعلمها الا الله عز وجل وشر هذه الترجمه ما بعدها من الابواب يجي ونا ترجمه دودو ابن ديوشي تو ابن ديو ابا يزي منا دلاله الشركه دا يكي كاركشيني دي نبتا والعياذ بالله اما الشيخ دا انصافي نشي كلكا دي كان حياه غسكيا يوا والعياذ بالله يقول اما بعد ما يدنا غسيا دان الله عز وجل يشي يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الحمد لله شينا ما يشي باب من الشرك تو ابن يفرى لشي كينا لبس الحلقه والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه باب من الشرك يجي ونن أبو بون ونديس يا شركة لبس الحلقة يمتن يساء أبن هكا يكيوي كمان دن أو زريد هكي الأورا وكو ونن روبر بقع هكي الأورا ودي كون زريد دم أنت لي كون فضة دم أنت لي والخيط كو زري تمام ونحوهما كوكما أبن لي كمان تشيسو دنير زاسو يا أبن دا ألا بيبا لا إله إلا الله. شين إيمان إني فسرت لرفع البلاء زاس أجا بلاء إني سوكا أو دفعه كوكما أتوري بلاء إن كان يزو كاسنسي أو بيني يا مصيبة أنا تفيها ترى هني أكديتا كم أنهي الله سبحانه وتعالى كوكما تارب كم تنتهى وكنسا أياي ميتا شما هي الله إيه وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره شيني كاو دليل أكيتي قل أرأيتم كنا غني ما تدعونا وأنك هي إلى بند الله سبحانه وتعالى ما تدعونا كنا غني من دون الله ما كتش الدون لها معنيان غير بمعنى أو دونه في التأثير سبحانه وتعالى من دون الله إن أرادني الله وأن ألا يسوء إن الله يسوني بضر يجي يا النبي فلا مسو محمد صلى الله عليه وسلم بضر إن الله يسوك تضر هل هن كاشفات ضره سوداسية كاريكا إن الله يسوك دشوتروا
هي أو أرادني برحمة شكون عير ما لنا نيك أو بس هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله الله أكبر. سورة الزمر. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه وأنا صحابا دي جنجي يقمت أهنين شاك أوني ياسا وأنا أبوك منك أوني تأيلا جنك أرفنا الصفر هي. فقال ما هذه يجي مي ونن قال من الواهنة يجي ونن ويد سبب واهناني كوكما ده سبب نفس جوتاتي الواهنة كودك نفس ما تر كما نفاثات من الواهنة. قال انزع عنك فإنها لا تزيدك إلا وهنا يعني أنت لو كي واحد إنه يجي انزع عنك لا تزيدك إلا وهنا باتك آراما هي تابعوا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا يجي دا كامدو تنا جيكينغا بزاكا سيربا والعياذ بالله دنيا وآخرة ما أفلحت أبدا قد أفلح المؤمنون وأنت من المشركين ما أفلحت أبدا. نعم رواه أحمد بسند لا بأس به. وله أن عتبان وله أن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك لا إله إلا الله. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى بالتشديد أكوي حمى ده حمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يعني هي كسينك نفس زران كما يكرن تقول الله تعالى سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون بكفر الشباء تكفير المعين لا لا أتى بالآية على عمومها وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أن تكفير معين لا يجوز إلا بدليل هي وند أنا بسلم ينوس أيشي وأنا كافريني تن ريازم مسلمي بلا ما أجي كافرين أفداش شما صحاب آية ذكرنتا كمن ألا لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الكافرين لعن الله آكل الربا بشيب أنت لعنة الله عليك أنت من الكافرين لا أقول لنا وما يؤمن أكثرهم بالله بشيب أنت من الكافرين لا قال إلا وهم بشيب أنت من المشركين وقال إلا وهم مشركون يعني أتى بالآية على عمومها من استحق يعني دخولها دخل ومن لم يستحق لم يدخل وتنبه الرجل من أجل لهذا. نعم باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين لكن إذا كان المعلق من القرآن فقد رخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه وجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه. تهيز ما إن شاء الله ميزوع ما تشكى تفسير لشرح ونم بابا. جزاكم الله خير والله أعلم وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.